إلى حال المواطن البصري مع انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت نصف درجة الغليان في المدينة مع تراجع ساعات تجهيز الكهرباء. نتابع وإياكم. السلام عليكم. اليوم مروتني الكهرباء ماكو من الصبح، بس مع درجة الحرارة 50، طبعا درجة الحرارة 52 اليوم عندنا بالبصرة بالحيانية، وجوه بالبيت مو صبابة الله وكيل الغيران، فوق 60 جو بالبيت لأن الكهرباء ماكو من الصبح لحد الآن. حال الكلاب، الكلاب تنام بالطين، احنا ننام بالطين، ها وسترت علينا، عندنا هاي شوية حديقة بالبيت طلعت من كيفها من رخيصة، موتني. وين نولي؟ والله العظيم عمي ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء، رحمونا الخاطر، الله الخاطر الكعبة موتني. ها يلا.